الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في جزء نسيته في البانر من جوه، هي الكتابة. نخش كده على البانر، طبعا هو باين لك شفاف كده لان مفيش باك جراوند بره، فباين لك اللي هي شفافة بالطريقة دي. هنيجي بقى نشوف حتة الكتابة. هتبقى تحت البوتون وهنقول تكست كده مؤقتا، وهنشوف هنا ممكن نحطها فين. هنحطها هنا مثلا، انسرت بلانك فريم اللي هو F7، وهنيجي نكتب بقى الكتابة بتاعتنا العادية لون الأبيض. وهنقول له موقع فاتكت مع تغيير نوع الخط المناسب. لو انت عندك خطوط زي ما انت تحب، هنا الخطوط ظاهرة بره مساحة التسجيل، فأنا هختار الخط المناسب. أفضل أغير كده لحد ما أشوف خط كويس. TLF ماشي. طبعا هشتغل على TLF لأن عشان ما يعملش معايا مشاكل في الخطوط. بالنسبة للكلاسيك تكست هيعمل معايا مشكلة، زي ما احنا قلنا قبل كده موضوع تي ال اف او تكست لي اوت فريم ورك ظبط لي قوي الحتة بتاعت العربي واللغات عموما يعني. فهنختار في خطوط عربي كتير، ناخدهم من الاول كده. هنقول له use device fonts، لذيذ الخط ده حلو. هنيجي هنحطه هنا. اوكي طبعا ده هنروح جايبين عاملين ايه بقى، بريك ابارت كنترول بي عشان نخليه بالشكل ده. اتحول لدروينج شيب او دروينج اوبشن اوبجكت. تعال نرجع كده ونشوف المساحة بتاعت الملف بتاعي. الملف بتاعي كله مساحته كام؟ 24. بص انا دخلت الفونت ده، شوف بقى المساحة تبقى كام، 43. يعني ضاف لي كام؟ ضاف لي حوالي 21 فريم، يعني ضاف لي تقريبا الضعف. طيب لو انا جيت عملت الفونت ده، عملته بريك ابارت بالطريقة دي وخليته شيء او دروينج اوبجكت، طيب تعال نشوف بقى كام. رجع لي تاني كام؟ 22.8، يعني زود لي 4 من 10 بس. طب تعالى لو عملت الاوبتمايز تاني، عملت بريك ابارت، وده التكتيكات دي كلها كنت اتكلمت عليها في كورس الفلاش. هي يبقى طبعا الشيب جميل في حتة حتى المساحة كمان. هاي هعمله على موفي كليب بنفس الاسم، موقع هيت. و ممكن نصغره شوية، هنخليه 115.
اوكي، ده بالنسبة للحتة دي. ممكن نضيف له افكت بسيط قوي اللي هو بيفل، وخلي اللون بتاعه قريب شوية من المية بتاعت الإعلان بتاعي أو اللون بتاعي. ممكن أخليه شوية بنفسجي، وأخلي الديستانس بتاعته 1، والكواليتي بتاعته ميديوم شوية. تعال نشوف كده. طبعا هو مش بنفسجي، هو روز. كويس، النجمة دي ممكن ننقلها، والورقة دي هنشيلها من هنا. طبعا الماسكات كلها بانت، لان انا شلت الإقفال من عليها، فانا هقفل الماسكات كلها عشان ما تبانش. الوردة دي انا عايز اشيلها، نقفل البطن، اشيلها من هنا خالص. فهاخد دول واخليها مثلا في الحتة دي. طبعا اللي انا عملته ده غلط. المفروض لو عايز تشيل كذا فريم بالطريقة دي، بتروح جاي قايله اديني على المالتي، بتروح واخد دول كده وتروح جاي شايلها هنا كده. اوكي كده، شدها لك كلها بالفريمات بتاعتها. نيجي بقى على حتة موقع فتكات. يبقى هاجي كده واقول له لوك اذرز، في اللي كله ما عدا دي. اطلع فوق شوية. هنقول بقى مثلا موقع فتكات هيظهر بطريقة معينة. هنا موقع فتكات تاني، موقع فتكات. اللير اللي فوقيها هكتب الكلام بقى زي ما انت عايز، يعني شوف انت ممكن تعمل ايه او انت تعمل ايه. هكتب مثلا اكبر موقع لكل، موقع لكل العلاقة المصرية وخلاص. موقع لكل مرأة عصرية، ناخد ده كنترول سي، ونيجي نعمل واحدة برضو هنا F7 تكست، نقول له موقع لكل امرأة عصرية. طبعا كبير جدا جدا، انا هصغر. هاجي اظبط الخط بتاعي ونشوف التست. ممكن تسيبها كده، ممكن تسيبها يعني تعملها بقى زي ما انت عايز. خد بالك ان الوردة برضو الوردة اللي احنا كنا شلناها ما اتظبطتش، البوزيشن بتاعها ما اتظبطش. فناخد البوزيشن من هنا، الاكس والواي بتاعها. الاكس 26 وهنا 27 و3. هنا ماينس 27 و3. تمام، جميل. هنخش على التكست. ها
هنقول موقع فتكات بيظهر بطريقة معينة. هو المفروض موقع فتكات يعني الكلمة دي ما تجيش ناحيتها. ليه؟ ده إعلان، تمام؟ فالمفروض يبقى دي ظاهرة على طول، وتحتها بقى أي حاجة، تحتها أي حاجة بتتحرك، خلاص. فأنا هثبت دي وهبتدي أشتغل على دي، تمام. موقع لكل امرأة عصرية، هاجي احولها دي لبريك ابارت، واجي احولها لموفي كليب بنفس الاسم. تعال نشوف الانيميشن بتاعها هيبقى ازاي. ممكن نزود برضو كلمة تانية، خلينا نشوف الانيميشن. هنيجي مثلا هنا ونقول له F6 F6، وهنشوف دي هتطلع من تحت شوية. لو دي هنزلها تحت شوية كده، واحد مثلا اتنين تلاتة، واجي اعملها كلاسيك، واجي هروح جاي اعمل عليها الفا بحيث انها تظهر طالعة من تحت لفوق كده، طالعة بسيطة يعني، جميل. هتثبت شوية وبعدين بنفس الطريقة بالظبط هاخد الفريم ده واعمل كريت كلاسيك وتنزل تاني. طيب ده هنا هخليها مثلا طالعة فوق وبعدين تروح نازلة تحت سنة صغيرة، اوكي. فمثلا اتنين، هطلع ننزل ده شوية كده، واحد اتنين تاني، واحد اتنين، واحد اتنين، اوكي. كلاسيك توين، ممكن اطلعها واحد، نعمل ايز ان. مش هعمل هنا اي ايز خالص، ممكن انزل هنا ايزين، يبقى هتروح جاية عاملة كده طالعة فوق ونازلة شوية، هنزلها سنة بحيث انها هتبان شوية. تروح مختفي. طبعا درجة الظهور بتاعتها لازم تبقى واضحة شوية. تعال نشوف التست بتاعنا. ليه وعرفنا ازاي بتعمل لأول كلمة، هنعمل كلمة تانية موقع لكل امرأة مصرية. مثلا هنقول شاركينا شاركينا مثلا بدل شركينا دي هنقول أكبر موقع نسائي، كنترول سي. هنيجي لما بتبدأ ينزل، تبدأ التانية تاخد الاستعداد بتاعها انها تظهر، فنعمل هنا بلانك فريم ونيجي في نفس نوع الخط ونفس الدرجة بتاعته، أكبر موقع نسائي
مثلا بنفس القياسات.
عايزين بقى الاتنين دول يدنهم يشتغلوا على طول. طب ما هم هيشتغلوا على طول يا مستر رويد. يقول لك لا هو مش هيشتغل على طول، لانك انت خد بالك انت حاطط في الاخر ستوب، فهتروح مشغله مره وتروح واقفه. فايه الحل؟ الحل اللي انت هتاخد الثلاثه لاير دول اللي هم فيهم الكلمات، وتروح قايل كوبي لايرز، وتروح رايح هنا وعامل انسيرت نيو سيمبل ونقول تكست انيميشن تكست انيميشن، وتروح قايل له حدد له كده على الفريم ده وتقول له بيست فريمز. نايس كويس. هتشيل بقى كل ده اللي في الاول ده ليه؟ لان احنا عايزين على طول يشتغل، يعني انت مكان ما تحطه هيشتغل على طول، فاحنا هنشيل كل الفراغات دي. كويس. هنيجي بقى هنا تاني التلاتة لاير دول هنرميهم في الزبالة ونقول له ده التكست تكست او تكست اي مش عارف. هنروح بقى في المكان بتاعنا احنا عايزينه يظهر فيه. اول ما البنت على طول تبدأ تظهر يبتدي هو يتأكتف معانا، ونحط له بلانك فريم عشان يستقبل اللي احنا هندخله عليه، والتكست انيميشن نظبط الوضع بتاعه بس كده. هندخل جوه هتبص تلاقي الانيميشن بتاعك زي الفل ولوبينج على طول. الحتة تفرق جوه بقى الحتة 26 فريم اللي في الاول. شوف بص هنا، يعني هنا هيظهر لك موقع فتكات وبعدين شوية كده وهيظهر لك دي. لا انا مش عايز كده، انا عايز على طول يخش لي في الحركة. فكنترول شيفت اقصد اف 5 واحسب له من هنا 26 فريم اللي هم دول، ناخدهم برضو في الاخر. اوكي يبقى 102 زائد 26 128. اروح له على ال 128 واللي بعد كده همسحه كله، اروح جاي شايله كده. يبقى انا واقف فين؟ اخري على 128 بحيث ان انا اعمل التايم يبقى كويس معايا. هنعمل تيست الحركة ناعمة. لا ده انا المفروض ما يكونش فيه بعدها اي حاجة خالص عشان هو اختفى. هو اختفى فعلى طول بتخش على اللي بعدها. تمام. تعمل تيست عشان كده دايما تعمل تيست على طول. طيب نعمل لوب وناخد ده كله. سموز ناعمة رقيقة تناسب الموقع تناسب جو الإعلان. خلينا نعمل ستوب سيف ونشوف لآخر مرة النتيجة بتاعتي. يمكن الوردة كمان محطوطة في حتة ولا حطيناها في حتة مش مناسبة، ممكن تيجي يمين شوية. موقع فتكات موقع لكل مرة عصرية أكبر موقع نسائي. جميل. حاجة بسيطة جدا الوردة بتاعتنا اللي عملنا أزمة دي مكانها مش تمام خالص.
من شوية، واحد اثنين ثلاثة بالشيفت، واحد اثنين ثلاثة. المجمل عام كويس، وده اللي انا كنت ناسيه وكنت عايز اقوله. السلام عليكم.